أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ضيف جديد، ضيف مميز بصراحة، عنده تجربة بكل معنى الكلمة مميزة، تجربة رائعة. يعني الأخ خانو، خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي خانو. أهلا وسهلا فيكم، وبرحب بالمستمعين والمشاركين مع برنامجك الرائع، واللي هو فكرته كثير رائعة وحلوة. وإحنا فعلا بحاجة إنه نجاهر بالإلحاد، لأنه انتهى زمن الصمت، أكيد زمن الصمت انتهى. أكيد أكيد أخي خانو، أكيد. يعني بصراحة أنا كثير سعيد اليوم بلقائك، وبتمنى المشاهدين كمان يعني يستمتعوا ويستفيدوا من التجربة يعني الغنية، خلينا نقول بصراحة، يعني من المسيحية للإسلام، ل يعني في 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 تنوع في تنوع في تنوع عميق. ما خلينا إشي ما الله غير جربناه، يعني بالآخر يعني هو اللي خسرنا مش احنا اللي خسرناه، بالضبط، هو اللي لأنه خسر موجود صحيح، هو خسران، وهو على طول خسران على فكرة. خسران يوم يوم. طيب أخي خانو، احكي لنا بالبداية، كيف بدأت بالدين من طفولتك؟ كيف كان الوضع العائلي، الجو، الأقارب، المجتمع اللي حواليك؟ كيف شربت الدين؟ كيف تعلمت الدين؟ كيف كان بضميرك أثر الدين؟ تفضل. رائع جدا. اول شيء انا من مواليد السبعينات، ولدت انا بعائله متدينه ارمنيه بالاردن. عائلتي متدينه جدا، وكان الوالد من النوعيه اللي ملتزم بالدين، وملتزم انه ياخذنا على الكنيسه دائما. احنا صغار غصبا عنا، برد شتاء اي شيء لازم يحملنا من ايدنا وياخذنا على الكنيسه. لبدايه بلشت اوعى، انا طبعا دخلت مدرسه ارمنيه، هي ارثوذكسيه مدرسه، المسؤول عنها مطران ارمن، فيعني بتعرف وجهة دينية يعني نوعا ما، بيركزوا انه يدرسونا الدين ويدرسونا الشغلات هاي. وبتتشرب الدين، تبلش انت من البيت وبتبلش تشربه من المدرسة شوي شوي، وانت بتعرف كل انسان فترة طفولة انه ملحد، هاي بالفطرة، لحديت ما يصير انه ايش بده يبلش الواحد يتعلم من هون من هون من هون. فانت شو بتغذي لك الانسان عماله عم بيستوعبه، عم باخذه الطريقة اللي انت بتعطيها فقط لا غير. المهم اتوقع الصوت واصل. المهم سيدي العزيز، فكان قلت لك كل يوم احد لازم نطلع انا واخواني واولاد عمي كلنا حملنا ابوي نطلع وين على الكنيسه. بالاضافه لانه بالمدرسه نفسها كان في كنيسه، يعني المدرسه وكنيسه، فانه ياخذونا صلوات ياخذونا شغلات مثل القطيع من ساق، تعرف ما تعرف بدك ياخذوك بدهم يكملوا معك، بدي يوصلوا لك فكره يعني براسك. وكان بحكم انه احنا صغار رجال الدين، بتعرف انت في لهم ملابس خاصه او بيعملوا لحالهم بروباغندا خاصه، هذا بتلاقي حاط لك كوفيه فوق راسه، هذا بتلاقي حاط لك خيمه، هذا بتلاقي حاط لك طابه فوق راسه، لها الصلبان لها الشغلات، بتعرف اشكال الوان كانه هو عيد هالوين يعني مع رجال الدين، احنا سواء يهود ولا مسلمين ولا مسيحيين حتى الهندوس كله. فهون بيعملوا لك هيبه، يعني عرفت كيف انت؟ لانه انت بتصير انك يعني تخاف انك تحكي وتسال وهيك، وبتعتبر انه له سلطه وبصير مثل عندك. المهم سيدي العزيز، فقلت له ضليت اروح وملتزم بالكنيسه، واروح بالاضافه لانه نحن بالكنيسه لازم اخدم بالكنيسه، واذا برفض اني اخدم كان في حساب ثاني بصير. هاي الشغلات عاديه. بالاضافه لهيك بعد الكنيسه، هذا كله مرحله ابتدائيه انا عم بحكي لك، بعد الكنيسه بتروح انت في مدارس الاحد بسموها، مدارس الاحد، فبدك تروح بعدوك بيضحكوا عليك بملبس، بيضحكوا عليك بهديه صغيره، كتاب اشي ملون هيك، اطفال احنا ما بنعرف اشي، بتروح وبسمعوك وبترتل وبتكيف وبتروح. فهاي هيك كانت البدايات. هلا حاليا لما وصلت انا الصف السادس تقريبا، خرجت من المدرسه هاي، اتجهت لنقيض للمسيحيه اللي هو تعرف الأرثوذكسية هي السلفيين تاعون المسيحيين، هي معناها الأصل، يعني ما بنحكي على المتجددين واللي بياخذوا النص الحرفي والإنجيليين وهيك، بس هي كفرقتين هم من الأساسيات يعني. وبتفرع منهم هذا الإشي وبتفرع منهم هذا الإشي. اتجهت بعدين لمدرسة مدرسة اللاتين.
هاي مدرسه مختلفه رؤيه بين الكنيسه الشرقيه والكنيسه الغربيه، بيختلف اشياء كثير. برضه رجل الدين هو مدير المدرسه كان، واللي له السلطه المطلقه. انت ما بتقدر تحكي اي كلمه مع رجل الدين. نصحى كل يوم الصبح نروح على الطابور المدرسي، بدك تقعد بدك تسمع صلاه او قراءه من الانجيل صلاه، عدا انه كل يوم اربعه في عندك قداس بدك تحضره، هذا زي كانه حصه تعليميه. يعني لو ما ضيعناه هذول، لو قرؤونا دارهم ولا قرؤونا شيء اياها، كان طلع جيل بيفهم على الاقل. المهم ضليت هيك الصف السابع الثامن مع حصص الدين. كنت اوجه يعني اسئله بحصص الدين، يعني زي قصه ادم وحواء، زي شغلات زي هيك. بتعرف الواحد بلش يوصل للصف السابع ببلش مرحله المراهقه، فادراكه الجنسي، ادراك الجنسي عندك بيختلف، فبتعرف انه الانجاب والهاي مش انه واخذوا ادويه وحكي فاضي زي ما كانوا يعلمونا، ما فيش ثقافه جنسيه مقدمه، فتبلش تعرف انه عن علاقه جنسيه، بصير اتصال جنسي وبصير اولاد. هون اول ما بدر ذهني قصه ادم وحواء، فجالس انا بحصه الدين بسال الخوري بحكي له وين قصه ادم وحواء؟ يعني معقوله انه هذا الرب اللي خلق الكون وخلقنا واجا فدانا؟ لسه ايام كنت ساذج بالله، واجا فدانا وعمل المعجزات وخلى الحيه تحكي وصنع كل الكون بست سبع ايام، استراح باليوم السابع يا الروايه المسيحيه، انه ما قدر يجيبنا غير بطريقه جنسيه؟ انه انا ما كان هدفي انه اساله انه زينا ما حارم، بس ما كنت يعني ما كانت متباهر لذهني الصف السابع، تعرف يعني ولد صغير، فما بقدر الا اجيبنا الا بطريقه جنسيه، يعني بشيء عيب يعني. ف يعني هاي هي الواقع يعني. فالمهم فبحكي لا هاي قصه رمزيه، مع انه انا قبلها يعني تعلمناها واحنا بمرحله الابتدائيه عند الكنيسه الارثوذكسيه انه هذه قصه مش رمزيه، هذه قصه بدك تاخذ الانجيل حرفيا. الله خلق الكون ست ايام، ست ايام استراح اليوم السابع، استراح اليوم السابع، بدك تاخذ بالحرف. هو كان تعبان كثير مشان هيك استراح. استراح اه، وقد ما هو شغال ما شاء الله. ما شاء الله، لسه هاي في الالفاظ هاي تضلها دارجه معنا احنا هاي المشكله. طبعا طبعا اكيد اكيد. المهم صديقي العزيز بحكي لي طيب، بحكي له هي قصه رمزيه، طبعا بلشنا نتعمق شويه بالدين. فبحكي له يعني طالما قصه رمزيه انتم عم تحكوا انه المسيح اجى عشان يفتدينا بسبب الخطيئه اللي ارتكبها ادم، اللي هو على فرض انه ابونا، لكن طلعت قصه رمزيه، ليش اجى المسيح معناته عشان قصه رمزيه؟ معناته في خطيئه ثانيه احنا مش عارفينها. قام الخوري ضربني. هنا كانت هاي اول شيء انه بدايه الصدمه، شوك، انه في شيء غلط هو ما بده يحكيه، او هو ما عنده الرد عليه. كان في شيء غلط ما عنده الرد عليه. طب طب خان، هون بهاللحظه هي يعني شو كان شعورك؟ في كان شيء شك بالمبادئ هي اللي عم انت؟ انا كان ما انا كان عندي انه كل ما بلشت اقرا، انا كنت حكيت لك شغله انه لما بلشت مدرسه اللاتين، مدرسه اللاتين تبشيريين اكثر من ارثوذكس. فكان يجي عندنا خوري من بيت جالا بسرسو، قال مين بده يصير خوري، مين بده يصير هيك كذا. فانا ايامها بحكم خدمتي بالكنيسه، بحكم انه اروح على الكنائس الاحد، بحكم انه هي مدرسه اللاتين، وحتى اندمج مع اصحابي اروح احضر يوم السبت كنيسه اللاتين عشان يعني اتعرف فيهم اكثر، اصحاب واصدقاء كلهم، اختلفت البيئه اللي انت فيها. فهون باللحظات هاي يعني بلش يتولد عندي شك انه في شيء غلط، ليش عم بلاقي الاختلاف بين هاي الطائفه وهي الطائفه؟ احنا كلنا مسيحيين، مش كتاب واحد؟ والعهد القديم عهد واحد، ما راح نختلف يعني. هون بلش اتكون عندي وبلش اسال، لكن اسال بهدف، احكي لك مش بهدف انه انمي شكي، بهدف انه اطمس شكي، انه ما بدي الشك يكون هذا، خلص انا مؤمن بدي اصير خوري، كنت ايامها حتى سجلت اسمي، عرفت كيف؟ لكن اهلي ما وافقوا، اهلي ما، هذا احسن شيء عملوه اهلي لي بحياتي كلها. له فعلا يعني هاي احسن شيء. فهون لما صار عدم الموافقه زي هيك، شفت في اصحاب يعني طلاب يعني صف سابع هيك راحوا على بيت جاله وبلشوا يدرسوا هيك، فانا كنت بدي اندمج بهالمجتمع، اروح اشوف تناقضات هون، تناقضات هنا، اسال اسئله،
غريبة يعني، عرفت كيف؟ على المسيح ليش ما خلص حاله؟ طبعا الإنجيل لا، هو لازم يصرف. في واحد بيقدر يعمل بحاله زي هيك يعني؟ هل يعقل إنه في امرأة تخلف ولد من لا شيء؟ بعدين صرت أعرف أنا يعني، دخلت على شغلة أساطير من أساطير وشغلات زي هيك، صرت ألاقي نفس القصص هاي عم تتكرر بأساطير تانية. لحين ما في عندنا أستاذ تاريخ وجغرافيا برضه هو متدين كان، وبرضه هذا أعطانا يعني كمان شك، اللي خلاني أثبت على شكي وبلش أسأله. فهو بحكي لنا مرة عم بحكي القصص عن اليهود وعن تاريخ، كان في عندنا شيء اسمه مجتمع وقضية، تذكر أيام كانوا يدرسون الشغلات هاي، في شيء اسمه قضية فلسطينية، بتعرف كان العرب عندهم قومية جدا يعني، لدرجة إنه ضيعونا وضيعوا فلسطين. فكانوا يدرسون إياها بالنظرة هم بدهم إياها. فالأستاذ أنا بتذكر وقف بيحكي، هل تعلموا إنه أنتم لليهود ضالين أكثر من الإسلام؟ إيه، كيف ضالين أكثر من الإسلام؟ لأنه إحنا أتباع الضال، المسيح لسه ما إجا، إجا واحد ضال وإحنا تبعناه. هون هو حط يعني حط نقطة قوية بلشت تصير فيها تحولات. لحين ما وجدت كتاب لأنيس منصور، بالصدفة حزت عليه بطريقة معينة، اسمه الذين هبطوا من السماء. هذا كتاب بحكي يعني، في له كتاب قبلي أنا قرأته اللي هو الميتافيزيقيا والشغلات هاي وقوة الروح أو إشي زي هيك، أو القوة العجيبة. قرأته عجبت بالميتافيزيقيات والشغلات، وإنه كيف بيساوي أسحار وشغلات وناس بيختفوا، راسبوتين الراهب الرهيب شو كان عمل روسيا القيصرية وشغلات زي هيك. فحبيت أقرأه للكاتب كمان مرة، لقيت له كتاب اسمه الذين هبطوا من السماء. حتى بتذكر النسخة اللي عندي مطبوعة طباعة، أنا طابعها طباعة لأنه ما قدرت أخذ النسخة الأصلية، طبعتها بالمكتب. فقرأت الكتاب، الكتاب بيحكي لك عن شغلات يعني اكتشافات بالكهوف القديمة، شغلات عجيبة غريبة، وعن ناس إنه في صور رسوم لقوها من آلاف السنين لناس أشبه رواد فضاء، شغلات زي هيك. كتاب متنوع رائع جدا. كل الكتاب بنقض فكرة وجود الله أو الخلق أو الدين، عرفت كيف؟ لكن بنهاية الكتاب شو بحكي لي؟ شو بكتب لك هو؟ أنا أقول أن تقول لك أن الله موجود والله أعلم. ليش بتناقض حالك يعني؟ ليش بتناقض حالك؟ هو خانو ممكن بس ترجع تذكرني باسم الكتاب؟ الذين هبطوا من السماء. الذين هبطوا من السماء. أنيس منصور. يعني أظن أنه هو يناقض نفسه لأنه خايف، بس هو تقي. هو يناقض نفسه. أنا بس كبرت اكتشفت يعني أنه في ناس ملحدين هلا كتير عنا، مفكرين عظماء مثلا زي الدكتور سيد القمني أو إيش هيك، مش أحكي أسماء بلاش يخدوها عليهم يعني. هاي بحط لك كلمة يعني، أنا القرآن من ربنا ومن رسوله، أنت هو عماله عم بضرب لك من جوا أسفين بالدين، عماله عم بهده، هو مش قادر انه يصرح يحكي لك انه لا، انه ما في قران، ما في الله، ما في شيء. هم يعني ملحدين بطريقه، لانهم هم اصلا صاروا معروفين ومشهورين بالمجتمع ومهددين اصلا اوريدي يعني، شفت شرط فوز صار فيه. المهم سيدي العزيز، فانا هون لما شفت تناقضات بين رجال الدين والشغلات، تصرفاتهم حتى تصرفاتهم واسلوب تعاملهم باستعلاء، انه شو يعني اروح على كنيسة قال وقف لك عند الخوري عشان يحط ايده على راسك وانت طالع يعني؟ طب شو سويت لي يعني؟ انت شو عملت لي يعني؟ بيعرف اكاذيب تفاهات يعني غريب. فالمهم بلشت انا بالمرحله هاي اقرا، ادور بالاساطير بالشغلات، بالسبي البابلي اللي صار. قرات حتى كانت بمدرسه احد رحت عليها، وعطونا هي كنيسة متجددة، أعطونا قصة نبوخذنصر لما سبى اليهود ودهم على بابل. وإنه بالصدفة أنا حزت على كتاب يعني جبته وقرأته، فإنه لقيت إنه هاي الأساطير الموجودة عند اليهود والأسفار والشغلات هاي اللي صارت كلها نقلوها من البابليين والأشوريين، ولما رجعوا على فلسطين أو على مصر بعيال السبي حطوها بكتبهم بأسفارهم بالدين. وهي الشغلات ممكن أذكر لك إياها أنا، لكن بدها يعني حلقة هي مخصصة باليهودية. وانتقلت بطريقة معينة من اليهودية للمسيحية، لأنه كونه شغلة واحدة، المسيح يهودي، المسيح هو يهودي
ما حدا بيقدر ينكر الشغلة هاي. هو بعث لخراف بني إسرائيل، هم اللي وعدوا فيه. لما أجا المسيح على 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 ولد بين اليهود، كان في هناك إمبراطورية رومانية، كان في أقل شيء 3 ممالك. هدول الممالك كانوا أقوياء، وحتى اليهود الموجودين تعرف حبهم من المال، وكانوا تجار ومتعايشين ومتسالمين، وفي نظام علماني نوعا ما يعني، كان أنه كانوا دولة وثنية، وهدول بنعطيهم إنه الحرية إنه صلوا وعملوا لكم إياه، لكن لا تيجوا بالسلطة الأعلى، خليكم دينكم. فولد المسيح هناك أيامها، وهو ولد زي ما حكينا لا يعني من أم بدون أب، يعني يعني قصة لو واحد فكر فيها ما تدخل بعقل التاس يعني. فما هذا التخلف اللي بصروا عليه وبيحكوا لك يا، مع انه هاي القصه موجوده كمان عند الاشوريين والبابليين علم هاي القصه. هو في شغله يا اخي خانو، يعني المشكله انه هل ما يدعون انفسهم انبياء؟ يعني كلهم مثلا وحده بتروح بتعملها تعمل العمل وبعدين بتولد بتقتلوها، فما في غير تحطها برقبه الله يعني. في ما في شيء يعني هم اصلا تطلع انت مرجعياتهم كلها ناقصه، اصلا ناقصه اجتماعيا زي ما حكيت لك. المسيح ولد بين اليهود، فاجى هو غصبا عنه بده يكون زي التوت، وبده يدعو برساله، بده يدعو برساله فيها تسامح مبطنه من جوا. هون خطوره المسيحيه ترى، باليهوديه موجوده، موجوده باليهوديه نصوص القتل والذبح كل شيء موجوده. بالمسيحيه ما كان يجي يقدر يحكي انه انا المسيح اللي اجيتكم، أنا المسيح أنا كذا، كان يحكي بشكل مبطن. أعطوا لله ما لله، وأعطوا لقيصر ما لقيصر، أعطوا كذا، عرفت كيف؟ ابن السماء ينزل، أسر. كان يجيهم بالتدريج، وكان هو طلع على مصر نعرف إحنا، وعاش بمصر. لما أجا قعد 3 سنوات عمل رسالته، وكان دارس الدين هناك، ودارس الفرعونية، ودارس كل شيء يعني أيامه. فاللي صار سيدي العزيز إنه حتى لما كان يناقشهم يناقشهم باليهودية. اول ما جاءنا قال لهم بعثوا لخراف بني اسرائيل، والدليل لما اجته الكنعانيه قالت له ايش في ابني، ايش في ابني، مش انت الرب، انت المسيح، انت اللي بتعمل، قال لها ايش في ابني، ولا كان ميت ابنها حي وايش زي هيك، قال لها اذهبي عني يا كلبه، بما معناه يعني بتعرف القصه هاي. ممكن اعطيك الايه يعني، قال لها اذهبي عني يا كلبه، طعام الاسياد لا يرمى للكلاب، فتات الأسياد ما غير ما الكلاب. ممكن أكتب لك إياها بالتعليقات الآية بالضبط، أو أحط لك النصوص الكاملة تاعت فيها الشغلات هاي. يا ريت بس تخلص الحلقة تحطها بالتعليقات. أحط لك إياها بالتعليقات، بحط لك آيات القتل بالإنجيل نفسه، آيات القتل عند اليهودية. عند الإسلام ما في، هو لأن الإسلام لحاله عامل بروباغندا، أصرح واحد هو فيهم يعني. الإسلام مفوض يعني. لا هو الصريح فيهم اللي هو الاسلام، عرفت كيف؟ مش الباقيين اليهود لما كانوا متمكنين، لما اجوا على السامره قالوا اقتلوهم، حتى الحمار والبغل والشيخ كل شيء، والاطفال اضربوا رؤوسهم بالصخر، هاي معروفه يعني. بس عند المسيحيين قلت لك مبهمه ووطنه، وما حدا خوزقوه علقوه على الصليب، بس حسوا انه بيصير له شيء اتباع، خوزقوه علقوه على الصليب. بالضبط يعني. في انا على طول بردد المقولة إنه الإسلام صريح يعني، موجود آيات القتل موجودة بالقرآن بالأحاديث، بس المسيحية رغم إنه ما فيها إلا قليل وبدك تفسر، ومع ذلك تاريخ المسيحي كله قتل يعني. ف تاريخ المسيحي، خطورة المسيحي كثير كثير، فيه إجرام، فيه قتل، فيه ذبح، فيه بتعرف يعني المهرطقيا وال الأكاديين هذول اللي كانوا بالجزيرة منفيين، لأنهم كانوا بدهم يطبقوا في كتب أسفار عند المؤلف، في شو اسمها مخطوطات قمران هاي موجودة، كشفت إنه هذول الجماعة كانوا على حق من الكنيسة، والمخطوطات هاي ألا الكنيسة مخبيتها بالفاتيكان، مكتبة الفاتيكان السرية طبعا، تعرف اللي ما بيرضوا يفرجوا عنها، لو أنتوا الصح افرجوا فرجونا، وكانوا ينفوهم ويسووا فيهم، عرفت كيف؟ يكفي شو عملوا شو اسمه بمكتبة الإسكندرية اللي كان فيها علوم الفيزياء الطب، عمليات الحول، كانوا يعملوا عمليات حول، هيبيتا عالمة الفيزياء شو عملوا فيها؟ دمروهم. انت شوف قديش هون دمروا على العالم، اجوا بعدين عمر بن الخطاب كمل الموضوع يعني، كيف؟
أبادوا كل المخطوطات، أجوا المغول دمروا بغداد. أخي بس أنا بس أتذكر أصدقائي إنه بعد شوي أنا راح أفتح السكايب، وبتمنى من أصدقائي يشاركونا بالحلقة، ما في مشكلة، يشاركونا بتعليقاتهم ومداخلاتهم. طيب أخي خانو، يعني أنت حكيت لنا على المرحلة المسيحية. المرحلة المسيحية، هلا أنا شكيت، صرت الشك، وصلت لوين وصلت؟ يعني أنا بعرف صرت الشك إنه خلص، طالما هاي القصص رمزية وهيك، الدين هذا مبني على رمز، على رموز، اللي بده يجي يعطيك أنت شيء، بده يبلغك رسالة، بيجيك بطريقة واضحة. مثلا زي قانون فيثاغورس، ما بيختلف عليه اثنين، إجا أعطاك يا واحد اثنين ثلاثة، إجت اليهودية أعطتنا إشي، إجا بعدها المسيح اختلف، إجا بعدها محمد اختلف. قلت خليني أجرب. أنا دخلت بعديها بالصدفة، كانت العطلة الصيفية بالصف السابع، أنا كان العطلة الصيفية بين السابع والثامن، يعني هذا الحكي بجوز من 92 أو 93. اشتغلت بمشغل، يعني بالعطلة الصيفية، بتعرف إحنا أيامنا جينا كان يحبوا يشتغلوا يسووا. اشتغلت بمشغل، تعرفت كان فيه ثلاث أشخاص مسلمين، كان يعني أول احتكاك مباشر جدا يعني بالمسلمين الملتزمين، نحكي ملتزمين. هذول الأيام اكتشفت إنه هم تحريريين، حزب التحرير، هم كانوا المنظر القاعدة، كان اللي متزمتين جدا، فكانوا يصلوا هيك، فهم بتعرف انت يعني الاسلام تبشيري زي 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 المسيحيه، لكن اليهوديه مو تبشيريه لعلمك. اليهوديه انت ما بتكون يهودي الا اذا كان امك يهوديه، لكن ممكن تعتنق اليهوديه، انت تكون متهود لكن انت مو يهودي، لكن يكفي ان امك يهوديه حتى تكون انت يهودي، هاي شغله معروفه عند اليهود، فما بهمهم التبشير، لانهم بيعتبروا حالهم هم شعب الله المختار، واللي بعث لهم يا الله هم اللي بيكون، بس ما حدا بيدخل على اليهودية. المهم، فبتعرف الإسلام تبشير، يبلش يحكوا معي بالإسلام والدين، وأنا ولد، شو ولد صغير، عرفت كيف؟ قلت والله خليني أجرب أقرأ أشوف. جبت قرآن قرأت، في مقولة لكاتب نسيت شو اسمه ومفكر، يقول لك القرآن عقوبة للي بيقرأ، القرآن عبارة عن عقوبة للي بيقرأ، وهذا اللي اكتشفته فعلا. ادخل من هون اطلع من هون، ما في تسلسل، ما في تسلسل بالاحداث، لما تمسك كتاب انت في عندك فهرس بلش من 1 2 3 4، ما في تسلسل، في تناقض مش طبيعي. بلشنا نحن ندرس جغرافيا، نعرف الارض كرويه، القى اشياء مختلفه جدا حتى بالمسيحيه، يعني مشارق الارض ومغاربها، الجهات الاربعه، فبتفسر لك انه الارض مش كرويه، مربعه، كان هو بس يشوفه شو بسموه المدى او الحد اللي يشوفه العين المجرده، يفكر انه الارض هاي مسطحه، وكان يحطوا فرضيات انها محموله على ايدين واحد ومحطوطه بحبال، وكل واحد يطلع التفسير اللي ممكن يفسرها، يعني انه هو مبدا الفرضيه الصحيحه والاستنتاج الخاطئ. هيك اكتشفت بالاديان انا فرضيه، او احنا نحكي مش الفرضيه حتى، نحكي اللي هو العلم قائم على ملاحظه صحيحه واستنتاج صحيح، استنتاج ناتج عن التجربه وتكرار التجربة مرة ومرتين وثلاث تحقق نتائجها. يعني أنا اشتغل بحكاية أنا مستعد عن 99 مرة وأكتشف أني مرة صح يكفيني. يعني فهنا الأديان، لا أنت بدك تآمن باللي أعطاك إياه، يعني زي فرضية إله الفراغات، هاي هاي الشغلات هلا صرت أعرفها، يعني بس صار إنترنت الشغلات زي هيك، إنه طالما ما في تفسير لشيء فمعناته خلاص الله اللي أوجده. يا أخي أنت ما بدك تفرض علي، يعني أكيد في مسببات ثانية، اوكي انا بجوز لا اعلمها، وما بهمني اعلمها حاليا، لانه العلم لسه ما انتهى. احنا قبل 50 60 سنه، نحكي 70 سنه، لما احكي الواحد بده يطلع على المريخ او على القمر، هذا مجنون، او واحد بده يمسك قطعه بلاستيك يحكي فيها، انا بحكي معك على بريطانيا، على امريكا، اي مكان، قطعه بلاستيك واشوف صوتك، او انه اقعد القعده هاي، قول هذا خيال علمي، هذا زلمه مجنون غير طبيعي. ف العلم خلال هالفترة عماله عم بتبدل، عماله عم بيصير، عماله عم ينتج معناته، راح ينتج لنا شيء. هلا اوكي الاستنتاج تاعك او الملاحظة تكون صحيحة، ما اختلفنا عليها، لكن استنتاجك غلط. صح ولا لا؟ فهون لا، الدين بفرض عليك انه الاستنتاج هذا، بفرض عليك انك تحفظ بالنص. وبيجوا بقوله كمان، بيجوا بقوله، يعني قبل فترة شو اسمه بواب الفاتيكان اعترف بنظرية البيج بانج، نحكي. تقدر تدخل على موقع البي بي سي وتكتب بيج بانج والبوب، بس البوب بيج بانج تلاقي انه اعترف فيها،
زي اللي بيجي بيحكي لك انه تطور موجه من الله زي عدنان ابراهيم اللي عامل ماجستير في كم كان سن عائشه لما بنى بها محمد. آخ آخ. وزي القرضاوي اللي بيحكي لك انه لو طلعت نظريه التطور صح راح نوافق الدين حتى انه يماشيها. وانا في نقطه انا بحب احكيها دائما وبحب الساده المشاهدين يسمعوها. انت لما تيجي تستشهد بشيء، تستشهد بشيء اقوى منك واحسن منك حتى تثبت نظريتك، صح ولا لا؟ تمام. فهون انا لما يجي الدين بده يستشهد بالعلم، هذا اعتراف من الدين انه هو ادنى من العلم بدرجات كثير، وانه العلم سبق الدين. فهاي الشغله بيغفلوا عنها. اكبر غلط عملوه المتدينين انهم ربطوا العلم بالدين. العلم فلسفه، ميتافيزيقيا، شغلات روحانيات، خليها. انا ما بهمني، وكل العالم ان شاء الله يكون كل عام 99% متدينين، ما بهمني. بس خلي دينك لك، خلي دينك بمسجدك بجامعك. انا ما بهمني، انا ما بدي اياك ادعو للالحاد. انا ما بدي اجيك احكي تصير ملحد، انت حر اعمل بدك اياه، ان شاء الله تصير سكناجي، يهودي، بودي، ايش ما بدك. لكن خلي دينك لك، خلي دينك جوا بيتك، جوا عقلك، اعمل طقوسك اللي بدك اياها، لكن ما تفرض علي شيء. وانا كملحد ما بفرض عليك انك تصير ملحد. احنا ما عندنا جمعيات تبشيريه، ولا بناخذ مصاري، ولا بنقبض من الصهيونيه الامبرياليه اللي بصر ايش، ولا بنعمل مؤامرات. احنا بس خلونا بحالنا يا اخي، زي ما بيحكوا يا ايها الذين امنوا سيبوا الذين كفروا بحالهم، حلوا عن حلوا عن سنانا، حلوا عن سنانا يعني. هاي هي الشغله اللي بحكي لك اياها يعني. بالضبط. فهون الاديان يعني لما دخلت الاسلام صار في تناقض مختلف جدا جدا. هذا ما بيؤمن بهذا، هذا ما بيؤمن بهذا، هذا ما بيؤمن بهذا. طب مين الله؟ خانو بس بدي تحكي لي تفاصيل. دخلت الاسلام كانوا المسلمين بشروك عملوك، صاروا يحكوا لي انه شوف اسمع طريقه ساذجه، لان انا كنت ساذج طفل كنت ومش مثقف. قلت لك احنا ايامنا بجوز طفل عمره 10 سنين يكون مثقف يعني اكثر من ايام احنا كنا بجيلنا، انه في عنده مجال مفتوح وكتب مفتوحه ويقرا، وحتى البرامج التعليميه اختلفت، الدراسات اختلفت. ايام بلشوا يجوا يحكوا لي في بالعالم ثلاث انظمه، النظام الراسمالي، النظام الاشتراكي، في النظام الاسلامي. النظام الاسلامي كانوا يعرفوا انه بحب ابحث عن يعني الشغلات هاي، شو الراسماليه، شو الاشتراكيه، شو الشغلات. الراسماليه فشلت واثرت فشلها، والشيوعيه انهارت سنه 90 ايام 91 ايام غورباتشوف. اذا النظام الوحيد اللي ضل باقي هو النظام الاسلامي. شو النظام الاسلامي؟ بلش يحكوا واحد اثنين ثلاثه، او تطلع على ايدك انت هي 81 وهي 63، هذا اسماء الله الحسنى، وهي من هالشغلات السذاجات، بهلول النجار، العلم ابصر ايش. وانا اتلقى منهم، انا اتلقى منهم لاني طفل ساذج، طفل ساذج اتلقى منهم طريقه. انا اول مره كان واحد يحكي بالعلم، لان المسيحيين ما كانوا يحكوا بالعلم، ما كنا نعرف انه واحد كان يحكي بالعلم، بس طلعوا لهم موضه انه صار عنده اعجاز علمي وشهاده، بس كانوا يحكوا لك بالعلم. وانا كوني بحب العلم كثير يعني، عرفت كيف؟ بحب انه اتعلم، بحب انه منفتح يعني شويه. فهون صار الشغله انه أعجبت بالموضوع، لكن أخذته من مصدر واحد فقط. بحكي لك الصدمة وين كانت، الصدمة وين كانت بالصفية هاي، أو إنه يعني لا الصفية اللي بعديها. أخذت كتاب جغرافيا تاع الصف التاسع، كان صفية 94، كتاب جغرافيا درس لمرحلة إعدادية يعني، مش كتاب لا دوكنز ولا كتاب عالم أينشتاين ولا أي حدا من هالعلماء اللي بنعرفهم، عرفت كيف؟ كتاب صف التاسع. حتى انه تعرف ايامها كنا نقرا بالصفيه شو بيصير عشان السنه الجاي، وتحضر وتعمل زي نوع من العلم، انه في مرحله هاي الثالث اعدادي مهمه عشان تبلش تحضر الاعداد للادبي والعلمي والشغلات هاي. فاخذته بمجرد قراءه الكتاب، انا انجذبت بالجغرافيا فقط لحالها، انجذبت، اكتشفت منه قديش في اخطاء بالقران اللي بيحكوا لك انه معجز كتاب جغرافيا للصف التاسع. تخيل لوين صرت اروح اسال، يحكوا لي اقرا التفاسير، اقرا التفاسير عليها متناقضه، متناقضه ولا تدخل العقل كمان، ما فيها منطق. تفسير يفسر يعني كانه يفسر الماء بالماء، نص اجاني قبل 1400 سنه، انت عم تفسره بعقليه واحد قبل 1400 سنه. وين اللي بده يفسر هسه؟ ما بيستريح ليفسر، لانه راح يتناقض مباشره مع الدين. بس هم بيقعدوا يقولوا والله تفسير هيك، تفسير هيك، تفسير هيك، تفسير هيك. فهم يعني ياخذوك بغبن. ثم صارت الحادثه انه هذول الشباب انحبسوا، انسجنوا، لانهم كانوا
بخطط الاشياء وهيك. المهم فانا هنا تعرفت على صديق لي شيوعي، وهذا كان له الفضل. يعني انا بس هالمرحله هي مرحله الاسلام صراحه، انت اعتنقت الاسلام رسميا مع الشباب؟ رسميا، حتى انه صرت اجيب كتب الصلاه اتعلم الصلاه وشغلات زي هيك. وبالصدفه انه والدتي جوزها بتحضرنا اعتزال لسه، شافت الكتاب معي ووبختني، عرفت كيف؟ شو عم تساوي؟ قلت لا لا هيك بس عم بقرا، ما قدرت احكي لها يعني، تخيل طفل ولد ما قدرت احكي لها، مع انه كنت انا مواظب معهم على الصلاه يعني. تخيل بلشت اتعلم بالاحاديث بالشغلات كذا كذا كذا، انفتحت على الاسلام طريقه او باخرى، واكملت مارست اقرا يعني، انا احب امسك النص انا بالمسيحيه باليهوديه بالاسلام، احط ثلاث شغلات واناقضهم مع بعض، صارت عندي لعبه. بعدين وصلت مرحله شيوعيه، مسكت الكتب الدينيه كلها اللي عندي بالبيت كرتونه على اقرب حاويه، قلت هذا المكان الطبيعي. بلشت بالشيوعيه، لا اله والحياه ماده والشغلات هاي، عرفت كيف؟ بلشت اقرا بالشيوعيه وابداها، انه هي كانت نورتني على الالحاد نوعا ما. واللي كان بده يخليني اتنور على الالحاد، انه انا اخذت الشيوعيه كذريعه انه انكر فيها الدين وبدي اثبت الشيوعيه، عرفت كيف؟ هون بلشت اجاهر بالمدرسه، هي المدرسه بلشت اجاهر باني انا شيوعي، ارسم شغلاتي وهيك واحط واحكي بالشيوعيه واحكي، وبلش اخذ بالتاريخ الشيوعي. كنت معجب جدا معجب جدا، وكان عندي انا مبدا بسيط يعني، كانوا يجي يحكوا لي الشيوعيه تعرف شو ساوت، شو ساوت بالاديان وشو ساوت عملات، قلت لهم فعلا شو اسمه الدين افيون الشعوب، وكانت روسيا القيصريه مسيطر عليها طبقه رجال الدين، اول شيء القياصره رجال الدين النبلاء، طبقه رجال الدين لما عمل لنا الثوره البلشفيه، لو يعني كان هو يحكي شغله رجال الدين يحكوا اللي بدهم اياه يمشي، لو هو ما اجى لغى هاي الشغله يعني، زي كانه عمليه جراحيه متخصصه عملها حتى يتخلص من الشغلات هاي من المشاكل اللي عنده، وقامت الدوله عظمى، لا اوكي ارتكبوا مجازر ارتكبوا شغلات هاي، مش مبرر انه الدين صح، لانه الاديان ارتكبوا الشيوعيه مبدا وضعي وضعوا الانسان وتجربه وفشلت كتجربه استعملوها يعني، عرفت كيف؟ ففشل هذا لا يعني انه هي الخطا والدين صح، ما بنربط هاي المبدا النسبيه، والله فشلت انه معناته الدين صح، زي ما انه ما في مش عارف انا شو الجواب يعني، الله موجود، عرفت كيف؟ فهون انا ايش انه هاي الشيء وضعه الانسان، لما الانسان يوضع شغله احتمال الخطا والصواب، لكن انت بتقول ربك اوضع الدين هذا وربك يخطئ كمان يلعن يعني ربك، حوالا سوري للمشاهدين، لكن بالضبط هاي يعني بالضبط. انا اصدقائي انا فتحت السكايب هلا، وبتمنى يعني منكم تشاركونا وتغنوا الحلقه وخلوا الحلقه مثلا تحلو مثل ما بقولوا، يصير لها حركه. طب يعني مرحله الاجهار، انت يعني وصلت لمرحلة الشيوعية، تخليت بالشيوعية، كيف دارت الأمور معك؟ أنا لما وصلت مرحلة الشيوعية كنت خلاص أنا بيني وبين نفسي وبين أصدقائي الشيوعيين الماركسيين نكون مع بعض وهيك 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 شغلات زي هيك، عرفت كيف؟ ونقعد ونبحث يعني ننقد الأديان، وبلشت أنا أحكي بالأديان، شجعت إنه أنا إيش أتناقض مع الأديان يعني، أوقف وأحكي قدام العالم كلها إنه لا هاي النقطة غلط وهي غلط وهي غلط وهي غلط. ظلت هاي المرحله تسبب لي مشاكل لحديث ما وصلت انا لبكالوريا توجيه بيحكوا له، كونه مدرسه قلت لك مسيحيه رجال الدين لهم الحكم الاول فيها لا غير، فانت لما تيجي رجل الدين تقعد تناقضه بالدين وهو مش عم بيعرف يرد عليك، ما عم بيعطيك اشياء تفسير زي ما بدك، مش تفسير انه والله خلص امن، بدك تامن، ما بدي امن انا، بدي اتكلم حتى اراك، احكي لي شو اللي عندك عشان اعرفه انا. هون الحديث ما دخلت انا بلشت المرحله الدبلوم ادرس بعلوم ماليه ومصرفيه درست. المهم يا سيدي العزيز، هون بلشت تعرف بعد المرحله البكالوريا الواحد
شاب وانطلق على الحياة، عمره 18 سنة، بحس حاله انه رجل نوعا ما، وبدأ يعتمد على نفسه. وانا بلش انا اجاهر بالحادي، اجاهر بالحادي، واكتشف فترة على فترة، هاي كانت في 96، اكتشف فترة على فترة انه في ناس كمان بايدوني بالفكرة هاي، وكان ضلهم حتى صار لقبي هذا الكافر، هذا الكافر الزنديق. طب شو كان رد فعل الناس اللي حواليك، مثلا اهلك، اصدقائك؟ اهلي اصدقائي، يعني انا نقعد نتناقش، هل هم بعد ما فقدوا الامل، يعني بعد 24 سنة فقدوا الامل بانهم يصلحوني، يعني اهلي اكتفوا انه ما تكفرش قدامنا بس، مش قادرين يساوي شيء يعني، ولا انا قادر اخليهم زي، لكن بقعد بتناقش انا وياهم، عرفت كيف؟ وبفرجيهم انه قديش هم ضعيفين، بس هم خلاص قلت لك ايمان اعمى، ايمان اعمى. اصدقائي بقعد اتناقش معهم، بحكي معهم، كل واحد بصير يطلع لك تفاسير من عنده شكل، بالاخر هو عشان يهرب من النقاش يقول لك يا سيدي خلاص انت بس، يعني ما تؤمن بالاديان، الاديان غلط، هاي النقطه اللي بلفوا بدوروا عليك فيها، الاديان غلط، بس في رب، يعني في قوه خلقت الكون، خلقت الكون من اي مبدا؟ مبدا السببيه، يعني انه في سبب وفي مسبب، مبدا خاطئ لا يطبق على وجود الله. لانه ما بقدر انا اعطيك، خليني اشرح النقطه هاي بشكل سريع للي بيؤمنوا مبدا السببيه. مبدا السببيه بقول لك، هلا انت فرضيه معينه ما تقدر تحط بعقلك فرضيتين معينات، تنتين مع بعض متناقضات. فانا ما بقدر اجي احكي لك يا فنجان روح يمين وروح شمال مع بعض. تعرف انت لحالك انه في شيء خطا. مبدا السببيه بيجي بقول لك انه لكل شيء مسبب ومحدث. مظبوط؟ بالمقابل بيجي بحكي لك بقول له طيب مين اوجد الله؟ بقول لك لا، هو اوجد نفسه بنفسه. طيب انت هون ناقضت حالك، شو اخذ بهاي ولا بهاي؟ معناته الكون خلق حاله بحاله. هلا انا ما بستحي احكي انه لا اعلم، هلا نحن يعني بلش البيج بانج، الشيء هلا حاليا من اقوى النظريات انه بلش البيج بانج، الغبار الكوني بلش كائن الخليه الوحيده. طلع لك ناس بقول لك توجه التطور، صار التطور شغلات زي هيك على مدى ملايين السنين، طبعا الاديان على مدى 7000 سنه، يعني هذا شيء مستحيل، هذا خاطئ جدا. فالمهم انا باجي بحكي لك طيب الكون خلق حاله بحاله، قلت لي لا الله خلقه. طب الله مين خلقه؟ هو خلق حاله بحاله، انت نقضت نفسك، فما بتطبق مبدا السببيه على الشغله هاي. بس السؤال لك هو. طبعا في معنى اتصال من دانيال، كابتن دانيال. تفضل كابتن دانيال، وعيف البوشار على طرف يعني، بعدين تاكل البوشار. يسعد لي مساكم ومسا ضيفكم ومسا المشاهدين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا كابتن دانيال. خليني بلش بهذا الطريقه، باسم الاب اللي هو جون، والضيف اللي هو الابن، والروح القدس اللي هم المستمعين. خلوا الحلقه اليوم المسيحيه، الحلقه حلوه وممتعه وجميله ورائعه. كان عندي سؤال حابب اطرحه بنهايه الحلقه، الا وهو هل الداعشيه متمثله فقط بالاسلام ام انه الداعشيه متنقله؟ يعني فينا نقول ايضا بالمسيحيين في داعشيين. وبالنسبه لموضوع التبشير، هل بيشوف الضيف انه هو عباره عن موضوع تجاري؟ يعني هل كل انسان عنده بضاعه بيعرضها؟ مثلا اليوم انت عندك محل البسه، فبتعرض بضاعتك وبتبلش تسوي افكار سيئه بحق المحلات الاخرى، فهل هي هيدا هو موضوع التبشير؟ هل فينا نقول مثلا التبشير انه هيدا هو، هذه هي المداخله، يا حرجع اكل بوشار يا جماعه. صح انا اكيد. شكرا لمداخلتك يا دانيال، شكرا. جميله وسؤال جيد، يعني لازم الكل يعرفه. الداعشيه غير متمثله فقط بالاسلام، بل موجوده بالمسيحيه، موجوده عند البوذيين حتى. هلا اللي عم نحكي احداث بورم، احداث هلا مضخمينها شوي هم، لكن موجود عند كل الناس، عند كل فئه ايديولوجيا، عند كل فكر ايديولوجي عم بقود قطيع، عم بقود قطيع وعم بصوق له بس فقط لا غير، وبطلب انه تحييد الاخر، فهو داعشي. ما عم بسمع، اكمل؟ اوكي. فكل فكر، كل فكر عند الداعشيه اللي هي يعني نحكي زي الفاشيه صارت، يعني انه موجوده بالمسيحيه، موجوده بالاسلام، اللي صار بين البروتستانت والكاثوليك بس هاي لحالها داعشيه بحالها. عدا عن اللي صار باوروبا، عدا عن قتل رجال الدين، قتل الرموز، تهديم الاضرحه، الكتب العلميه، كل عالم يحكي كلمه يقتل، هذا عم نشوفه. لكن هلا حاليا لحسن حظ المسيحيين انه
مش موجود كان تقنية 3D زي ما هلا عم نشوف احنا الاسلام تقنية 3D مباشر قدام عيوننا. لو ما كان في هلا انترنت وما في كاميرات نصور ما في نشوف الشغلات هاي، كان زي ما بيحكوها دائما بعلقوا الملحدين، كان حكوا ابو بكر البغدادي كان خليفة رائع وبحكمه انتشر الاسلام وانتشر الدين. هاي الشغلة بالنسبة للشق الثاني لسؤالك. السؤال الثاني عم بيقول هل التبشير هي تجارة؟ يعني كل واحد ببشر بدين عنده مثل بضاعة بيسوق بضاعة الآخرين وبعدين برجع جيد. هلا هو الدين أكيد تجارة، أكيد تجارة يعني، والدليل هلا أنت إنه كل رجل دين بحاول يطلع مساوئ التاجر اللي مقابله، وبحاول إنه يكون زباينه بس لإله، وبخاف عليهم إنه ما يروحوا منه. الدين تجارة، التبشير تجارة، إنه أنا بدي فلان يكون فلان يكون، لأنه بسبب بسيط أحكي لك، رجال الدين عند المسيحية في العشر وفي عند الإسلام الخمس، بعرفش عند اليهود بالضبط ليش بأخذه. هلا هدول أنت لو ما حدا يروح على الجامعة وما حدا يروح على الكنيسة، هدول راح يبيعوا فلافل على الطريق، ما راح يصير عندهم شغل هدول، وهم بيشتغلوا على غباء الناس، على العاطفة بيشتغلوا، بيشتغلوا على استجداء عاطفة الناس، على التخويف من جنة ونار وشغلات زي هيك. هذا إشي مش منطقي، إشي مو منطقي. جنة ربنا بده يحرق فيها الناس، لأنه إذا سرق مرة بده يحرقه، وإذا زنى مرة بده يحرقه، يعني كل الناس يكونوا بالنار، وأولهم الرسل والأنبياء على اللي سووه. أعطيني شغلة بس، الدين شو فاد البشر بإشي؟ واحد أعطيني فائدة واحدة للدين. هل جاب أخلاق؟ الأم أمة اليابان أكبر أمة عندها أخلاق وما عندهم دين. سأل خليك معنا، في معنا اتصال من سأل من هذا أخي سأل تفضل. حضرت حلقة رائعة كانت. أنا مفاد. سأل تفضل سأل. سامعني جاي؟ سامعك تفضل. أوكي حبيبي شارك متقاطع. الشغل ولا بس حبيت المداخلة بسيطة وهنيك مرة أخرى على حلقة جيدة وأحب بالناس صار أهلا وسهلا فيك من الرياض وأنا بس مش حاجة جديدة يعني أنا بحدد قليلا ولقيت إنه حين ذكرتها نسخت كل القرآن يا أيها الذين آمنوا حلوا عن مؤخرات الذين ألحد لا لا سال بس دقيقة يا سال حبيبي يعني أولى بالعربي الفصيح أيها الذين آمنوا حلوا عن طيزنا بقى. حلوا عن طيزنا لازم حلوا عن ربنا خليها بالعربي لأنه المؤمنين يخجلون من هذه الألفاظ لا 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 المؤمنين لا يخجلون لا حياء بالدين المؤمنين وكتبهم الدينية إحنا بنخجل منها المؤمنين حلوا عن طيزنا وخلوا عايشين بالضبط. يا فحبيت بس مداخلة بسيطة أحييكم وأهلاك يا أخي في عالم الحرية. وكتير سعيد سمع صوت داني كلاجين. تحياتي لكم وأخواني. شكرا لك. حبيبي شكرا. شكرا لمداخلة. حلقته كانت جميلة كمان أنا تابعتها. أكيد. مع السلامة. طيب يعني مسألة الإلحاد. هلا نحن بهالبرنامج هذا شو تقييمك لحملة إجهر مثلا يعني للشباب الموجودين بالفيسبوك اللي عم بيحكوا اللي عم بيحاولوا يصغروا يحاولوا يسووا شيء يعني خلينا ناخذ حملة إجهر يعني بهالبرنامج وصفحتنا مثلا جواب من نقطتين حملة إجهر أول إشي في أهم هدف ممكن تطبقها وما حدا منتبه له بجوز أنت بتعرفها أو منتبه له انه في كثير ملحدين على مواقع الحاديه بيكون مسلم هو داخل باسم الحادي اذا نقضوا المسيحيه دخل مع الملحدين وصار ينقض المسيحيه اذا نقضوا الاسلام تلاقي مسيحي عامل حاله ملحد بدخل ينقض المسيحيه هاي الحمله اطلع وبين لحالك وبين انقذ الاثنين وفرج العالم شو انت حتى يحكوا انه هذا ملحد ما يحكوا انه هذا محسوب عليه وهذا محسوب عليه في كثير عم نلاحظ شغلات زي هيك ثاني شيء بالنسبه للجهر اوان الصمت انتهى خلاص احنا كملحدين موجودين من قبل الاديان لعلمك اصلا انسان ولد بلا دين يا اخي بترجعوا لاصلكم وبتصيروا ملحدين او بلاش تصيروا اتركونا بحالنا خلينا نعيش احنا قديش عام الملحدين من ذبح وقتل وتشريد وهي. هلا لو انا وياك واقفين قدام واحد داعش ولا واحد مسيحي متطرف يملك القوه السلطه الدنيويه انه يقطع راسنا بيقطع راسنا ويمثل فينا طبعا احنا بالمقابل ما بنساوي زي هيك
مش معنى انه والله اكون الحاد مش دياني ولا فكر، الحاد حريه، انا بتجه لشغله فلسفيه غير مثلا زي الاخ رياض الخزرجي نوجه له تحيه كمان، متجه للاسلوب العلمي، كل واحد الحاده بطريقته، ما في الحاد زي الثاني، عندك 76 حلقه كل واحد ملحد بطريقه، ما عندنا ايديولوجيا، ما عندنا دين، مش ما عندنا نبي، ما عندنا رساله ننشرها. هذا هو جوابي. اكيد اكيد. على فكره بالنسبه لمساله المسيحيه اللي بيدخلوا باسم ملحدين ولا المسلمين ولا، انا ذات نفسي اتهموني انه انا ماني ملحد يعني. بتصير. وبشان اسمي انا امبارح حكيت شوي غيرت اسمي، ليه في شباب قالوا ليش اخترت اسم مسيحي، هو اسم ليس مسيحيا، اسم جان ليس مسيحيا. اسف كثير. صح. اسم جان هو اسم كردي واسم اوروبي مع بعض، يعني اسم جان بالكردي بيعني الجسد وبيعني الجميل وبيعني الروح، له ثلاث معاني باللغه الكرديه. حلو. انا اخترت اسم جان لانه اسم كردي، وانا خلفيتي انا يعني كردي، يعني بالنهايه انا كردي من قوميه كرديه، مع اني انا ما بتهمني القوميات والعرقيات والمسائل هي كلها لا تهمني، ولكن يعني بما انه الواحد اصله مش راح يقدر ينكر اصله، يعني بالضبط بالضبط، يعني مسيرته واهله، يعني اذا انت بدكش تنكر اذا كنت قوميتك ابوك كردي اخوك كردي ما تقدر تنكرها. بالضبط بالضبط علينا يعني الشغلات اصول فالاسم هو كردي واسم اوروبي، يعني للرجال باوروبا كلها بيستعملوا جان، بالثقافه الانجليزيه بيطلقوه على النساء جان، يعني في كثير صديقات هون ببريطانيا اسمهم جان، يعني ان هون لما تحكي جان يعني حبيبتي او عزيزه. بالضبط بالضبط، يعني عزيز يعني. او برجع انا باكد انه اصدقائي رجعوا اتصلوا فينا، ويعني ومحتاجين لمداخلاتكم، وصراحه الحلقه ما بصير حلوه الا بمداخلاتكم. طيب اخي خانو، برايك يعني في أهمية هلا مثلا أنا وأنت طلعنا وجهرنا إلحادنا، في أهمية لجهر بالإلحاد خصوصا الملحدين، يعني اللي قاعدين ورا نكنم وعم بيكتبوا يعني ما شاء الله فلاسفة، بس بدنا إياك تحكي نشوفك يعني. ما هو اللي حكيناها إنه تكلم كي أراك، هاي اللي نحكيها، حتى تطلع أنت تحكي، قد ما أكتب أنا على الكيبورد وقد ما أحكي ما راح ابين لك، ما راح ابين لك الصح والمشاعر تقراها بعيون الواحد وما قديش هو مقتنع بشغلته ولا لا. ممكن اعمل لك كوبي باست انا وتقول والله هذا عالم وانا مش عالم. الجهر بالالحاد ضروري ضروري، ولكن برضه في محاذير. في ناس مثلا دول مثلا نحكي زي السعوديه، زي دول الخليج، الدول اللي في خطوره على الانسان انه يطلع يجهر، مع انه في كمان مثلا زي صديقنا احمد حرقان طلع وجهر بالالحاده وعانى كمان عانى وتهدد، وصار فيه يعني بتعرف حتى من الحكومه المصريه نفسها محتجزوه هو وزوجته، عرفت كيف؟ مثلا دوله تكون بالموصل ملحد كمان يعني هلا ما بتزبط، او بالرقه وملحد ما بتزبط، لكن اذا انت شعرت بالامان يعني نوعا ما انه او احنا ليش بنطالب بقوانين تكفي العلمانيه؟ العلمانيه يا اخوان هي مو الحد، يعني العلمانيه انه انت زي ما انت عايش باوروبا عم ترفع علم داعش، عم تطلع عم تعمل مظاهره بتطالب تطبيق الشريعه بالدنمارك باي دوله، هاي هي العلمانية. خلي هذا يعيش وهذا يعيش، خلي المسيحي يعيش، اليهودي يعيش، كل واحد يعيش. عشان هيك بنطالب العلمانية حتى انه ناخذ حريات اكثر. هم عارفين لو طبقوا العلمانية راح يطلع من عندهم السعوديين، نحكي بالسعودية نفسها في نسبة ملحدين كبيرة بالسعودية. واحصاءات ما بتتخيلها، انه هذا احنا مش عارفينه. تفضل كمل اخي خانو. فبحكي لك انه الجهر بالالحاد ضروري ضروري لمن استطاع اليه سبيلا زي ما نحكي، لانه احكي لك هي الثوره كيف بتصير، انه واحد ثار والثاني وقت شافه وقف معه، والثالث وقف معه، والرابع وقف معه، صاروا مجموعه. هون 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 انت بتصير تقدر تنشر فكرك، تنشر افكارك، تاخذ الامان. احنا بنقصنا الامان، انه احنا كملحدين. انا ما بقدر اروح انا السعوديه واحكي انا ملحد. بالضبط. اخي في معنى اتصال من الاخ سامي، تفضل اخي سامي. مرحبا صديقي جون، اهلا وسهلا فيك. مرحبا بضيفك الكريم. اهلا وسهلا. تسمعني؟ نسمع. نعم. تفضل.
صديقي جون، المرة هذه على المسيحية. أنا أتابع كثير فيسبوك وتويتر وقنوات يعني يستعملوا في 4 جمل اللي خلوا بعض يدخل المسيحية. لأن الجملة الأولى: أحبوا أعدائكم، باركوا للاعنيكم، أحسنوا لباغيكم، أحسنوا لباغيكم، صلوا على الذين يسيئون لكم ويهجرونكم من دياركم. أنا السؤال متاعي، خاطر هما شافوا المسلمين يعني عنف وعنف ودم دم، فاستعملوا الشعارات هذه باش يدخلوا كثير البعض في المسيحية، فهمت؟ فأنا حبيت الصديق يعني يقول لي، هما دائما عندما تناقش معاهم يقولوا لي دين سلم ومحبة وما عارف شنو، فهمت؟ فهذا يترك المسلم اللي يعني تعب من الدم ومن القتل وقطع الأطراف والرجم وشفت الفيديوهات وشي، يولي يدخل معاهم يقنعوه. لكن أسأل صديق الضيف، هل يعطيني آيات في العهد الجديد ليس العهد القديم؟ يعني خاطر أنا نحب نناقشهم، يقول لي هذاك كل عهد القديم يا أخي، يعطيني آيات قتل وذبح في العهد الجديد، فهمتني؟ الحاجة الثانية حابين نتكلم عليها، لاحظت بأني عندما أنقض، أنا بصراحة مكونسونتي روحي في الفيسبوك وتويتر سيرتو على نقد الإسلام، لأن هو في 2016 نشوفه في الفيديو يقطع الرقاب وضرب فوق عناق يطبقوا فيه هما، فلهذا قررت أن أكشف حقيقة الإسلام. يعني ما حبيتش، ولو عندي كثير أوصي الصور والفيديوهات على المسيحية، لكن كونسونتي تروحي باش نهاجم الإسلام، لأنه أنا الدين عند الله هو الإسلام كما يقول المسلم، والدين كما يقول المسلم والدين اللي يقتل الآن واللي يضرني واللي يحب يقتلني أنا كملحد وأنت، ويقتل الناس كله، يقتل حتى الوزغة، حديث البخاري الضربة الأولى، فهمتوا الإسلام. فلهذا أنا خصيت وقتي طول مهاجمة الإسلام، لكن المسيحية ما حبيش نهاجمها كثير. فأنا أسأل الأخ الكريم، يعطيني المقاطع يعني في العهد الجديد في بتاع العنف. يعني الحاجة الثانية، نحط المسيحيين العرب هم أشد متشددين كثير في الفيسبوك، مثلا تأخذ المسيحية كأنه هو كان مسلم العابرين هذاك، يعني يتغش ويعمل لك بلوك وما نعرف شنو. وشكرا لك صديق جون، وشكرا للضيف الكريم. شكرا لك أخي سامي، شكرا لك. شكرا لك سامي. طب خفيع، بس اتصال تاني كمان قبل ما نجاوب على سؤال الأخ جون فلسطيني، خلينا نتصل فيك. أخي جون تفضل. مساء الخير يا أخي جون، تفضل. تفضل. الو الو سامينا، انا حشارككم مشاركه صغيره بس. انا يعني كنت طبعا بالاول برحب في ضيفك الكريم وبشكره على يعني المعلومات اللي وفرها. فانا بس كنت ملاحظه صغيره، زي ما حكى الاخ التونسي انه يعني مهاجمه الاسلام هي اكثر شيء. ليش احنا بنهاجم الاسلام باكثر شيء؟ لانه جذورنا بالاول اسلاميه، بالنسبه لي جذوري اسلاميه. ثاني حاجه، لانه اكثر دين بدعو للعنف والارهاب والقتل اللي هو بالوقت الحالي. يعني سيبونا من عصور الظلام في اوروبا لما كانت المسيحيه تقتل وتذبح، انا بقول في الوقت الحالي في القرن 21 الدين الوحيد اللي على الكره الارضيه اللي بدعو للقتل والذبح هو الدين الاسلامي. لذلك يجب مهاجمته من كل البشر، من مسلمين ولا من مسيحية ولا من ملحدين ولا من هندوس ولا من كل البشر، لأن هو الدين الوحيد في الكرة الأرضية اتجه لأي دين، مش المسيحية، لليهودية، للهندوس، للبوذيين، لعبدة البقر، أي دين في الكرة الأرضية. أوكي، أنا بشكركم. ماشي ماشي جون، شكرا كثير، شكرا كثير لمداخلتك. طيب أخي خانو، يعني
انت قلت لنا انه راح تحط الايات القتل بالتعليقات، بحط لك اياهم روابطهم عندك اي تعليق او تذكر اشياء من هالقبيله تفضل. انا راح احكي لك شغله، احنا هلا انت لما تروح على بالنسبه للاخ انه ليش بنهاجم احنا الاسلام اكثر شيء هلا حاليا الحكي هذا، انت لما يكون لا سمح الله معك سرطان او شيء تروح على دكتور بيعالجك من السرطان، شو هي يعالجك من الرشح. هلا حاليا المسيحيه تخلت عن السلطه الدنيويه، ما عندهم سلطه دنيويه. لو عندهم كان هلا بتشوف زي ترامب هذا اذا طلع نجح وصار عندهم سلطه دنيويه شو بده يعمل؟ بده يقصي الاسلام، الاقصاء ما راح يكون بس انه ممنوع تدخلهم، راح يصير في حركات مضاده. راح يطلع في عندنا حركات مضاده ضد الاسلام زي اوليغانز والشغلات دول، راح يكون عندنا شغلات كثير خطيره ضد الاسلام بامريكا، بس ناقصها السلطه الدنيويه هي هلا حاليا، اللي هو تخلوا عليها بالثورة ايام الثوره الصناعيه وبدايه اوروبا اتجاهها من الظلمات للنور. طلعوا للنور، الاسلام دخل بالظلمات. هلا احنا مشكلتنا مع الاسلام، اذا بيطلع عندنا اي شيء مسيحي راح نواجه، راح نحاربه. حتى اليهوديه احنا بنحاربها، بنحاربها كنظام سياسي، لانه ما اقول لك اليهوديه مش تبشيريه. ما عم بهمه انه تعال ادخل بالدين تاعي، ما بده اياك اصلا. اذا امك يهوديه انت يهودي. صحيح، يعني هذا الشيء جيد، يعني اقل شيء يهوديه بلاوي اليهوديه من تبشيره. الناس ياها يعني احنا ما بيكفينا. بس بدي اذكره بس للاخ التونسي شغله بس. قلت لك مشكلة المسيحية بالنصوص الوهمية والتناقضات، انه ما كان المسيح يقدر يحكي اللي بده اياه، هاي الشغلة. الشغلة الثانية، يكفي المسيحية اذا بيجي بيحكي لك انه اعطيني ايات بالعهد الجديد، راح اعطيك ايات في موجودة كثير. لكن كلمة المسيح انا ما جئت لانقض بل جئت لاكمل. ما جئت لانقض بل جئت لاكمل، هو اعتراف كامل من المسيح بما ورد. السماء والارض تزولان ولا يزول حرف واحد من الناموس. شو الناموس؟ كتاب أمي ألفيته، الناموس تاع اليهود اللي هو العهد القديم. فأنت هون ترى موافقت عليه فأنت مؤمن بما فيه. أما بالنسبة في عندي آيتين بعطيك إياهم ولا حديثك على عجالة، يعني من العهد الجديد، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، بل جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه إلى أخ. هاي موجودة بمتى 10:34، متى 10:34. أنا بحط لك إياهم ضمن التعليقات للبدو. والآية الثانية، أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم واذبحوهم قدامي، بلوقا 19 بالعهد الجديد. وين الاختلاف؟ هلا تعال احكي لرجل الدين بقول لك لا أنا عم بحكي يعني عن قوى الشر وقوى الخير. أنت في عندك نص مبهم، لما المسيحية عملوا المجازر وعملوا المذابح، ما عملوها والله بنصوص دستور الأمم المتحدة ولا دستور مصر أيام، ولا عملوها بنصوص دينية، عملوها لأنه رجال الدين كانوا مسيطرين، فرجال الدين ما بقدر يسيطر إذا ما أعطاك نص ديني. هذا جواب للسؤال التونسي، أرجو أنه شكرا لك أخي خانو. والأخ خانو راح يحط كل تعليقات بعد تخلص الحلقة. معنا اتصال من الأخ دانيال، في عنده مداخلة مهمة، تفضل أخي دانيال. يسعد مساكم، بشكرك على الفرصة مرة ثانية. يسعد مساك حبيبي. هذا أول مرة رجعنا اللي بعمل مداخلتين بس مضطرين نعمل. ولا يهمك ولا يهمك. في مبدأ أول شيء، بما أنه ورد الكلام عن قناة الجهر بالإلحاد، وبحيي شجاعة الضيف ذكر بعض المسائل المهمة بهذا الموضوع، وهي أنه الناس لازم تجهر. ونحن امبارح حكينا بلهجة انفعالية عن هذا الموضوع. نعم، الناس واجب عليها أو أي ملحد واجب عليه اليوم أنه ينتفض ويظهر شيء من ما يملكه هو أو من البلاغة الكلامية اللي بيملكها، يطلع يحكي حتى لو حكى صوت مش مهم يبين صورته، إنما يأثر بالصوت مثل على المداخلات الصوتية. يعني فكرة جدا رائعة أنه عم تسمح للآخر أنه يحكي يعبر عن بداخله. نحن بالنهاية بشر مثلنا مثل المؤمنين، مثلنا مثل جميع الناس، نملك طاقة. وبعض الأحيان في باللغة العامية بيقولوا الكبت ممكن يفجر الإنسان أو يصير عنده أزمة الإنسان بسبب الكبت الحاصل. فهذا المنبر، ولو انه هلا عم بحكي بعيد عن الحلقه، هذا المنبر يعتبر منبر للتنفيذ، لنقدر ننفذ نطلع بقلبنا، يعني سوري برضو يعني نطلع نفش خلقنا. فهو منبر بكل معنى الكلمه مهم. وبرجع بشدد وبكرر، يعني انا كل اللي بيتابعوني وبيتابعوني على القناه دائما وسكرت على القناه، بشدد على هذا المنبر يتم دعمه اكثر واكثر. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، بما ذكر عن موضوع الإسلام، أنه أنا عندي مشكلة مع الإسلام، أنت منك ملحد، أنت عندك مشكلة مع الإسلام.
الملحد شيء وعندك مشكله مع الدين شيء اخر. نحن اليوم مشكلتنا جان والضيف الكريم والمشاهدين مشكلتنا مع الدين اللي يعني عم بتحول الانسان لعباره عن صندوق مغلق بكافه اطيافه ودينه وبكافه مذاهبه. وعندنا مشكله مع البوذيين، مشكلتنا مع البوذيين لانه بيؤمنوا ببوذا انه هو الاله. مش مقتصر الموضوع على انه عندنا مشكله مع الله الاسلام او الله المسيح، مع اي شيء عم يفرض على الانسان يوضعه بقلب صندوق لهيدا الانسان عم يعني. هيدي مشكلتنا مع هذا الموضوع، اتركوا الناس تتحرر، اتركوا الناس تكون مفتوحه. المسيحيه لا تملك نص واضح بالقتال، وانا بقول كملحد الحمد لله انه ما عندهم نص واضح بالقتال. ليه؟ لانه هولي بلا نص واضح بالقتال بالعصور الوسطى قتلوا بعض. لو كان عندهم نص شو كانوا عملوا هولي الجماعه؟ وهي المشكله دانيال، دانيال يا دانيال حبيبي دانيال، يعني هون خطوره المسيحيه انه بدون نص واضح وكل هالجرائم هي. هلا نحن نعم انا مع الضيوف انه نحن اليوم نعاني من بكتيريا، نعاني من جرثومه اسمها الاسلام، غرقانين نحن بسببها بمستنقع الدم والقتل والتشرد والى اخره بالشرق الاوسط او بالعالم العربي. انا مع، نحن بالنهايه اذا لسنا من اصول عربيه نحن مقيمين بالمنطقه العربيه، اهلنا هونيك جان، يعني اهلك هونيك، اهلي هونيك، اهل الضيف هونيك، اقاربنا الى اخره. هذا المستنقع القذر نحن عم ننتقده لانه نحن عشنا ماساه منه. انا عشت مثل ما الضيف ذكر 18 سنه ببيروت عم بتعلم القران والاحكام و و و و يعني ضيعت من عمري 18 سنه عبس مثل ما بيقولوا. هاي النقطه مهمه. وشيء اخر تفضل ذكر عن موضوع انه يتحول لكاهن او يصير كاهن، اذا بتشوف الاجرام بموضوع انك تكون كاهن ممنوع تلمس فتاه، يعني عم بجردك من جسدك، عم بجردك من جسدك، عم يرتكب جريمه بحق جسدك من دون ما تنتبه. ممنوع تلمس فتاه، هيدي نقطه تافهه جدا يعني ما بينتبهوا للناس. ممنوع تلمس فتاه عشان ممنوع تلمس فتاة. بيولوجيا جسمك بيموت، دماغك بيموت، تتحول الى كائن عجيب مقيم ضمن غرفه من اربع حيطان. هدول ما بيعرفوا بتركيبه الجسد بيصير في ازمه عند الانسان. ما في كائن ما بتحرش، ما في كائن ما بيمارس العادي السري، في اجرام بحق الجسد من دون ما ينتبهوا من نتيجه هذه التصرفات. اليوم الدين في مشكلة شخصية مع هيدا الدين انه عم يخطلك بكل بساطة، اذا كان مسيحي ولا يهودي ولا اسلامي عم بيواجهك باسلوب عنيف. المسيحية تملك من الداعشيين الغريبة بيسيطروا عليك. شو يعني ادعي لعدوك؟ مبدأ ذل وخنوع. عدوي عدوي، انت هينا جان، انت عدوي، انت عدوي. انا ما بدعي لعدوي، انا بواجه عدوي. عدوي اذا شهر سيف بوجهي انا ما بروح بصلي له، برفع سيف بوجهه. يواجه السيف بالسيف والفكر بالفكر، هذا مبدأ خنوع. إذا راجعنا قصة عيسى ابن مريم أو عيسى من راقب الظرف اللي إجا فيه هيدا الرجل، ظرف جبره جان على أنه يكون مسالم، لأنه لو رفع سيف كان راح هذا الرجل خمس دقايق، يعني ما كمل ثلاث سنين المسكين، يعني دوري قضوا عليها اليهود، قالوا له جاي تعملنا فيها ابن الله، والله طلع على الخشبة، هاي نفس الموضوع، مش فاضيين لقصص، اليهود ما عندهمش مزع بهذه المواضيع. فنهاية أخيرا غير هيك شوف يعني التعظيم لشخصية المسيح. وقت قتل هذا الرجل أتحدى شخص يجي يقول لي الثورة التي قامت بعد قتله، أو أتحدى أي شخص يجي يقول لي الانقلابات التي حدثت بعد قتله. كلها أفكار فلسفية، كلها أفكار ما بعرف شو. الآب والابن والروح القدس، هلأ أنت على يعني هن ثلاثة بواحد، ثلاثة بواحد. هلأ أنت على كمبيوترك جان، نزل ثلاثة أنتي فيروس وشغلهم وارجيني كمبيوتر كيف بده يشتغل. فكيف عقل الانسان بده يفهم انه الله والاب والابن والروح وام يوسف وام عباس وام علي ثلاثه بواحد؟ مهما في امور فيها جنون يعني مش مستعدين نتقبلها. اما موضوع المحبه حلوه يا ام عباس، بس حشمان يعني خدها. اما موضوع المحبه جان هي كذب، هي كلمه المحبه ليه؟ اليوم خصمي مثل ما قال الضيف الكريم قال في التبشير. شو يعني التبشير؟ انا عندي كمبيوتر وجان عنده كمبيوتر، هذا رح كلام للضيوف. انا بقول عن كمبيوتري سوبر وكمبيوتري حنون وراقي، بس كمبيوتر جون سيء. طبعا بدي بخس بكمبيوتر جون لروج لباطي. ما حدا بقول عن زيته عطر يعني. طب السوريين هن بيجيبوا الامثال بمحلها جان. هذا هو كان موضوع جان، يعني كلها دعايات وبروباغندا. بما انه طب وين كانت المحبه بالقرون الوسطى؟ وين مصطلحات المحبة؟ وين آيات المحبة؟ وين أعلام المحبة؟ ما في منها، ما كانت موجودة. ظهرت اليوم، ظهر موضوع المحبة وقت اللي بين بالإسلام في شراسة، في قتل، في كذا، بلشوا يرفعوا الجماعة راية المحبة ليشدوا الناس لعندهم.
المشكلة نهاية، أنا طولت من الدقيقة. المشكلة صديقي جان، المشكلة ليست مع الإسلام إسلام، لا، المشكلة مع الدين. أنا ملحد، أنا لا أؤمن بالله. دعينا بدناش نقول فلان أحلى من فلان، ما في دين أحلى من حدا، كلهم بالظاهر بيرجوك الوجه الجميل، أما بالباطن يحمل ما لا يحمل. هذا رجل عم يتكلم أمامكم هلا، عاش 35 سنة من عمره مظلوم، انتهت حياته، هذا إنسان انتهت حياته بأحكام. يعني أنتم ما عم تشعروا بالكبار بالعمر عم يشعروا فيه، ليه؟ لأنه شان يا أخي عمره 40 سنة مثلا، أضاع 40 سنة من عمره هذا الرجل مؤمن أنه في إله بده يعذبه إذا بس وحدة مثلا، إذا كمش إيد وحدة، والكثير من الأمور التي يعني فيها إجرام للجسد وفيها إجرام للعقل. بس كثير جان، وبنهاية المداخلة برجع أتكرر على موضوع القناة، قناة الجار بالإلحاد، أنا مني من الإداريين فيها حتى من الناس فكرني، إنما أنا كل اللي بيستمعوا لي على قناتي يعني طلبت منهم وعم برجع أطلب هلا، أنا متأكد إنه هني موجودين هون، يدعموا القناة أكثر، يدعموا الفيديوهات أكثر. يا جماعة ما بدنا نخسر قنواتنا، ما عليك خليكم حوالينا لأنه نحن فيكم كبار. فعلا أي منابر هاي موجودة هلا حاليا. شكرا 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 لك دانيال، شكرا لك، ومداخلة قيمة بصراحة، وأنا يعني بتمنى تدخلنا كل حلقة، يعني بتمنى نسمع صوتك. بس في عندي تعليق صغير على الأخ جون. تفضل أخي. هو ذكر نقطة مهمة، إنه الأديان هي زي ما حكينا بضاعة، كل واحد لما يجي الوقت المعين بيطلع البضاعة اللي عنده. هلا لو المسلمين يحكوا آيات اللي هي الآيات اللي فيها المحبة وبصر إيش ولهم دينهم ولي ديني، تلاقي المسيحيين راح يطلعوا بالآيات الشرعية لو أخذوا السلطة الدنيوية، والعكس هو الصحيح، هذا اللي عم بيصير. دين وسيف يعني زي البنزين والنار، ما بلتهوا. دين وسلاح وقوة ما بلتهوا، زي البنزين والنار، وهذا اللي عم نعاني منه، هذا اللي بنعاني منه. يعني أيام العصور الوسطى وأيام المجازر هاي كانت تصير، في كان نصوص طلعوها وخبوا النصوص الثانية، بتطلع إشي للسطح وبتخبي الثاني. إجا الوقت إنه مصلحتك هيك هلا بتنزلها وبتطلعها، هذا اللي عم بيصير بالضبط. وهذا هاي هي الازدواجية، هاي هي النفاق الديني اللي إحنا نشوفه، هذا اللي ما بدنا إياه. بالضبط بالضبط أخي خانو. طيب أخي خانو، برأيك يعني كيف لازم نحن نشتغل سوا كملحدين حتى نوصل صوتنا، حتى يعني الناس تسمعنا، يعني ونحن موجودين، كيف ممكن نتعاون؟ كيف يعني أنا وأنت وهلا الشباب الموجودة، هالفورة الموجودة على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الإنترنت، على هالثورة، أنا بسميها دائما، أنا بسميها ثورة، شو ممكن نتعامل؟ كيف ممكن نوصل صوتنا للناس؟ يعني هو يعني مثلا زي البرنامج اللي انت عامله هذا، او زي البرامج اللي بيعملوها الاخوان الشباب كثير فيها، اللي صارين ملحدين يطلعوا يعملوا برامج عم بنقل الدين فيها. لو اجينا قبل 5 سنوات 10 سنوات كان لسه الشعور الديني، ما في حروب، ما في شيء، كان الامور كلها متجهه على اليهود. هلا بلشوا يتجهوا على المسيحيه والاسلام، الاتجاه على المسيحيه صار كرده فعل على اللي عم بيصير بالاسلام حاليا من هجوم من الملحدين. انا برايي انه خلي الاخوان ضلوا مكملين، صفحات تغلق مش مشكلة. أنا قبل فترة غلقت صفحة فيها 15,000 مشاهد قبل كم من يوم، رجعت عملت غيرها. بدك مثابرة، بدك صوتك يوصل، بدك تضلك تعمل أنت برامج، تعمل شغلات. في عنا حتى في برامج تبشيرية عم بتحارب الأديان بين بعض، صارت زي الأخ رشيد مثلا، زي برنامج، مع أنه أنا ما قد معاه يعني بادئ كتير، ومثلا زي برامج اللي بتحارب المسيحية مثلا، هذا كله تناقضات، لكن بالنهاية الأديان عم بتعري حالها لصالحنا. هنا فرصتنا نستغل وننقض عليهم التنين، احنا بالعقل والمنطق بالاسلوب الكويس بالفكر وبالعلم. حاول تثقف نفسك، تعلم اكثر حتى تقدر تحكي اكثر. كل ما طلعت عن السطح شويه بلش يبين راسك، بلش تنفس. فبحكي لكل واحد ثقف نفسك، علم نفسك، اقرا اكثر، وحاول انت انقض افكارك بنفسك. راجع حالك مليون مره، راح تلاقي انك انت على مبدا صحيح. انا في نقطه بحب احكيها، بس في الاخوان اللادينيين والربوبيين، هذول جايين بين مرحله زي بيحكوها بالمسيحيه البرزخ او المطهر او شيء زي هيك، او مثلا زي عذاب القبر عم بيصير فيهم. بقول لك انا ملحد بس ربوبي. انا يعني ايش ربوبي؟ مين هو؟ طب مين هو الاله اللي بتامن فيه انت؟ مين هو الرب؟ بقول لك ما بعرف. طب معناته ملحد، يعني ملحد. خلي الحديث والعلم، ما تشغل نفسك انك تفكر انه في رب وتخاف منه، ما تخاف منه، لانه بالنهايه اذا انه موجود انا بس اطلع عنده. هو ما اعطاني دليل على وجوده، هو خلق عقلي، راح يحترم عقلي غصبا عنه مش برضاه.
عرفت كيف؟ هاي هي احنا مشكلتنا من الروبيين زي اللي صار عندنا لاثين وارثوذكس وسنه وشيعه وهيك بناتنا عم بيصير. بقول لك انا ربوبي اجنوستيك لا ديني، لا يا ملحد يا مش ملحد ما في. بس هاي بكل تاكيد يعني انت اخي خانو قلت انه الاديان بلشت ببعضها، هي الحلاوه انه لما الحراميه بتقتل وبتبين الحقيقه. بين الحقيقه. بالضبط، يعني الحراميه هن نفسهم يعني هن بلشوا ببعضهم، يعني المسلمين والمسيحيين والهندوس والمندوس والكندوس كله 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 هدول حراميه ولدين بلا بلا بلا، ما بنعفس شوي كثير يعني على البقله، بس الحراميه لما بتقتلوا بتبين الحقيقه، الشيعه والسنه لما بصيروا بسبسبوا على بعض بتبين الحقيقه، المسيحيين والمسلمين لما بسبسبوا بعض وبكشفوا عورات بعض بتبين الحقيقه، يعني هي هي القصه. نعم، يعني في مثل يعني بينطبق على الشغله هاي، انه ما شافوهم هم بسرقوا، شافوهم بتقاسموا. بالضبط. هل هيك هذا اللي عم بيصير؟ هم صاروا افكار شباب، اجيال راحت، ناس بسطة. انا بطلع الجيل اجدادي واجدادك هيك بسطة وعاشوا وماتوا، هم خايفين من النار ومن جنة ومش ايش، شو ليش هو اللي خايفين منه؟ خليه يظهر لك، لو في اله خليه يظهر يعطيك الدليل. بالضبط. في عندي بعض التعاليق اظن جتني على اليوتيوب، خليه بس يفتح اليوتيوب معي. ما great night to John and his guest, the Armenian Khano, Armenian whatever, whatever. شكرا شكرا رياض، شكرا لك. في تعليق ثاني الأخ عفيف أبو حسن بيقول تحياتي لك ولضيفك حبيبي جان الغالي، وشكرا لك حبيبي عفيف. عفيف بصراحة عفيفة يعني الأخ عفيف، أنا سألته كتبت عفيفي بالغلط، هو عفيف. كان عندي صديق قديم جدا يعني من قبل أواخر الثمانينات، كان صديق اسمه عفيف أبو حسن، لذلك أنا قلت عفيف أبو حسن صاحب التطريز ما غيره، فإذا كان هو يا ريت يعني أظن الله عمره بالخمسة وخمسين ستين سنة ما بعرف بالضبط يعني، بس إذا كان هو يا ريت يراسلني يعني. على كل حال في الأخ دير نايت اللي عم بيقول في لقاء مع دانيال مستر جان، بصراحة ما بعرف دانيال إذا برضى يصير ضيف أهلا وسهلا يعني، أكيد أكيد يعني. طيب عندي سؤال هون أخي خانو، تفضل. بتريد أنت كشخص اسمك خانو، بتريد أنه هالناس هي خصوصا المسلمين والمسيحيين المتدينين المتعصبين انه يفهموا انه يا جماعه انتم عبادين وهم، عبادين خرافه، وعم بتدمروا بلادنا بهالخرافه يعني؟ تفضل. يعني طلع على لساننا شعر قد ما بنحكي، وقلت لك لما نحكي بصيروا يواربوا ويحكوا من هنا ويحكوا من هنا، بيحاولوا يلفوا الحقيقه، وبالنهايه بقول لك بيحكوا لك خلص امن برب، بس انت بتعرف شو يعني الهدف، انت ليش لما تناقش هاي يعني ليش نحن ماخذين القضية؟ أنت بمجرد ما تزرع عنده الشك هو راح يروح يفكر ويرجع لحاله يبحث، ويا ريت إنه يبحث. في كثير ناس أنا باجي بناقشهم بحكي له الآية كذا، ولك لها مش موجودة، بنكرها إنها موجودة بالقرآن، وبنكرها إنها موجودة بالإنجيل. لأنه ما عنده الاستعداد إنه يبحث، خلاص أخذ الدين زي ما هو، حطوا له إياه راسه فتحوه، حطوه وغلفوا الراس. خلاص لا تفكر أكثر من هيك، عسى أن تسألوا أشياء كانت تسوء لكم، هاي هي. عرفت كيف؟ قلت لك هاي تجارة، تجارة الدين. هم قلت لك إذا بطل حدا يروح لا كنيسة ولا جامع راح يموت جوع، هذول بصيروا يبيعوا على بسطات بالشوارع، وحتى ما بزبط ما حد يشتري منهم لأنه عرفوه منهم نصابين وحرامية. دمروا بلادنا، دمروا كل شيء. أنا واحد أرمني، أنا واحد من الناس اللي بسبب الدين الإسلامي مات من شعبي مليون ونص، ثلاث أرباع شعبي أبيد سنة 1915. مذبحة سيفو اللي صارت فيكو، الأزيديين شو عم بيصير فيهم؟ يا زلمة هل يعقل إنه إحنا بالقرن ال21 العلوم والتطور وعم بيطلقوا للقمر والفضاء صواريخ، وعم بيعملوا المسارع البري، عم بيعملوا الشغلات هاي كلها، يجي ناس يسبي بنات ويبيعهم بيع شراء ب 20 دولار 30 دولار، ويجي واحد يهودي يحررهم بيشتريهم، عماله عم بيحررهم واحد يهودي مغربي. وين الاخلاق بالشغله هاي؟ وين الاخلاق؟ وين الاخلاق عند الدول اللي بتمتلك سلطه؟ صح ولا لا؟
يا حيف يا حيف الاديان شو بدك اياهم يعني؟ بدك اياهم يعني الازيديين بس شوفوا شو سويت انت من نسوانهم وبناتهم واطفالهم، بدك اياهم يدخلوا الاسلام ولا يصيروا مسيحيين؟ بده يلعن الله بده ينكروا ربه. هي اكيد بكل تاكيد يعني الاديان انقلبت، خصوصا الاسلام يعني انقلب المفاهيم، انقلب الاخلاق، انقلب كل شيء. يعني اسمع في شغله انا بحب احكيها دائما، انه يعني داعش قدم لنا خدمه احنا ما عمرنا كنا نحلم فيها. لولا وجود القاعده وداعش، لو اجي احكي مع مسلم من 24 ساعه او مسيحي انه انقش عليه الاديان من 24 ساعه ما راح يقتنع، لانه ما شاف. بس هلا شافوا، هلا هم كثير في ناس لحاله صار يكره الدين، يكره الاسلام، يكره المسيحيه، يكره. في كثير كثير ناس انا بقابل على المنتديات على الشباب، بشوف كثير ناس بالبالتوك ادخل وشوف كثير شغلات. للأسف الشديد يعني شفناه على حساب ضحايا، يعني للأسف الشديد يعني ها هي حساب دم وحساب ضريبة كانت كبيرة جدا ولسه تدفع وما زالت تدفع. بالضبط. طيب أخي خانو، شو بتقول للملحدين اللي قاعدين وخجلانين يجهروا، يعني اللي خايفين، يعني الخايف من الكلمات من من من, من العتاب؟ ما عم نقول الخايف على حياته، الخايف على حياته اكيد هذا يعني ما في مجال، ما بيهمه بس يعني. تفضل. من هلا اللي خايف على حياته حرام انه يعرض حياته للخطر، يعني طالما انت خلص انت ما تاثر بالشيء، وحاول ربي او لا ربي ابنائك على كتاب العلم والدين، يعني على كتاب العلم والفلسفه انه يقدر ينقض الدين. انا صديق لي موجود دوله اوروبيه، بنته عمرها 7 سنوات او 8 سنوات، بوديها لمدرسه كاثوليكيه، يعني كونها مدرسه يعني مش حكوميه نوعا ما. فبيحكي لي هذيك المره بتفاجئ فيها عم تسالني عن البيج بانج، بقول لها وين سمعتي فيه؟ بحكي لها المدرسه عم بدرسونا اياها. تخيل طفله عمرها 7 8 سنوات عم بدرسوها البيج بانج. انتوا اللي عنده اولاد يعني هذا هو اللي بيحكوا ايش اصغر الجهاد، يعني نحكي ضبوا كتب الدين عن اولادكم، كبوه، لا تخلوا ببيتكم كتاب دين، حطوا كتب علم، حببوهم بالعلم، بالتساؤل، بالنقد، علموهم يتحاوروا معكم. احنا اجيال ما تعلمنا الحوار، كنا عايشين تحت سلطات، عرفت كيف؟ كان ممنوع تحكي، اجي احكي قدام ابوي والله الدين وهيك بجوز يموتني. لكن انا لما اعلم ابنائي بعلمهم انه ناقشني، اذا اخذها فكره ما عجبتك احكي لي اياها، واقف قدام العالم كله احكي لي شوي. هاي بتولد عنده، بتولد اجيال جديده، بدنا اياها هيك الاجيال، هيك بدنا الاجيال. بالنسبه للي ما بقدر يجهر في برامج، يعني زي برامجك مثلا هيك، بقدر يطلع صوت ويحكي ونستفيد من تجربته وافكاره باسم مستعار، يعني زي الاخوان هلا عماله بدخل باسماء مستعاره يحكوا من غير ما تحط صوره، بس صوت، ما بمنع من شيء يعني، عرفت كيف؟ هاي طيب نحن وصلنا لنهاية حلقتنا، يعني مشان ما نطول الحلقة كمان على أصدقائنا، كلمة أخيرة بتحب تقولها للشباب، لأصدقائنا الملحدين، بتقول للمؤمنين كلمة، شو بتحب تقول؟ تفضل. أنا بدي أحكي للمؤمنين أول شيء، أتوجه للمؤمنين وبالذات للي عم بتطرف وعم بيدخلوا على التطرف، انه احنا كمان بنحزن عليهم. هدول الشباب اللي بتشوفه عمره 20 سنه عم بروح بترك اهله بروح بنده بحماله بالرقه وبالموصل هيك، فكر شويه، خلي عندك تفكير اول شيء. انت مش عدونا ولا احنا عدوك، احنا ما بدنا نقطع راسك، انت بس بدك تقطع راسنا من ورا مشايخك اللي هم قاعدين ومعهم مصاري وعمالهم ببيعوا على القنوات ودعايات والرحمه وبسرشو وصال وهيك، عمالهم بفتتنوا فيك، وانت شباب بضيعوا اجيال، طلعوكم جيل بالعراق وبسوريا، طلعوا هلا جيل من هلا 30 سنه ما راح يطلع جيل متعلم ولا دارس، دمروا كل شيء. هذا اذا انتهت الحرب قريبا، اشك يعني على الاوضاع اللي بتشوفها. ثاني شيء بحكي للشباب الملحدين، اذا ما بتقدر تحكي يعني اسال اسئله، اطرح اسئله منطقيه لتزرع الشك عند قبالك، شوف مدى توافقه، امشي معه شوي شوي، امشي معه، ما مش ضروري انك تيجي تحكي له ما في الله، ازرع اسئله منطقيه، خليه هو يقعد، لما يقعد بين نفسه يفكر، احكي له على العلم، احكي له على التطور، احكي له على كل شيء، ناقشه بس بطريقه ما تبين له انت مين، اذا انت خايف يعني، عرفت كيف؟ وبالنهايه برجع بحكي الاطفال، الاجيال هاي الجديده، ضبوا كتب الدين عن ابنائكم، علموهم انه يقراوا بالعلم، علموهم ينتقدوا، علموهم انهم يستنتجوا حتى لو خطا، فهموهم خطاهم،
وانتوا اقراوا، انتوا اقراوا، مش والله انا صرت واحد اوقف، انا بدي اقرا كل يوم، بقرا كل يوم، بقرا كتاب صار زاد اربع مرات هيو عندي، سافرت واخذته معي، اقرا افهم كل مره بيكتشف شيء جديد، عكس الدين اللي هو نصوص وشو فيها كلها اشياء باليه، اصغر اجدد كتاب من 1400 سنه وكله حكي فاضي، حكي بدوي بالصحراء، وهذاك عامل لي فيها راعي غنم، وهذاك عامل فيها شيخ مضروب، هاي هي بس هذا اول بدي احكي يعني، واتمنى انه الرساله تكون وصلت، وبشكرك على برنامجك يعني لانه بيخدم كثير فئه، واتوقع انه يكون له مستقبل ناجح. شكرا لك اخي يا خانو، شكرا لك. وبالنسبه لهذول اللي قلت لي الراعي غنم كلهم شله صعاليك بصراحه، هاي دمرونا جديد يعني، ناس بالقرن 21 عم تتبع هلا هلا هالصعاليك هذول قطاعين الطرق واولاد الزنا كانوا يعني بمصطلحاتهم، لا استثناء على قول مظفر نواف، لا استثني منهم احدا. بالضبط بالضبط. طيب شكرا لك كثير اخي خالد، وشكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه بكره بنفس التوقيت، معنا عندنا حلقه مع الاخ ديفيد رجل الكهف عن موضوع اللاجئين الموجودين باوروبا وتعاملهم مع اوروبا وتعامل اوروبا معهم، لنشوف شو بنقدر، ويا ريت تناقشونا ويعني تشاركونا بالحلقه بمداخلاتكم واسئلتكم. شكرا لكم، شكرا لك اخي. على وسهلا، احنا بالخدمه اي وقت. شكرا شكرا.